ردني عليك وانا الاقيس رجلي كلها بتوجعني. انا كده بتوجعني انا. صباح الفل. صباح الخير. الف حمد لله على سلامه المعلم يا ست ادريه. وانا عمال اقول حلاوه النهارده اللي زياده دي من ايه؟ لا انا حلوه كده على طول بيه ومن غيره. طبعا يا ست الكل. الحمد لله على السلامه يا معلم. الله يسلمني. ما تجيبي كرسي تقعدي واقفه ليه؟ لا انا ما اقعدش غير لما ست الكل تؤمر. اقعد اقعد امشي امشي. لا كده يا بنت بتفهمي في الاصول، يبقى تقعدي. ولا حلاوه كرسي يا واملي غزال. انا قلت اجي اطمن وفي نفس الوقت يعني اتكلم معاكي في الشغل. شغل؟ شغل ايه بقى بالظبط؟ شغل للمحل. انا عارفه ان بسم الله ما شاء الله المزارع بتاعتكم فل، والسلاتين عندكم يعني سعرها حنين. وسيد يعني ما طلبش ليه؟ لا سيد ايه بقى، انا جايه عشمانه في ست الكل تقف جنبي تديني سعر حنين لحد ما اشد حيلي.